مرحبا مواليد برج العقرب، كيف بده يكون شهر تموز يوليو 2024؟ هو شهر مميز، شهر حلو كتير، شهر إيجابي، شهر يبشر بالنجاح، شهر يبشر بالانتقال إلى مرحلة عالية. طبعا في عنا بلوتو عم بيواجه برجكم، نحن بنعرف هذا الشيء، لكنه بطيء جدا وعم بيأثر يمكن على مولود أو مولودين، هلأ بنحكي عنهم. فمواليد برج العقرب هذا شهر يغني مواليد برج العقرب، وبيعطي فرصة للتألق، بيعطي فرصة للازدهار، بيعطي فرصة لحتى نفسيتكم تقوى، ترجع لكم الحماسة وترجع لكم المعنويات لإعادة تموضع. خلينا نقول يعني تعبتوا بالنصف الأول من السنة عام 2024، متعب كان شوي، هلأ الجزء الثاني الذي يبدأ بتموز رح بيكون البداية رح بتكون قوية جدا. السبب يعود إلى وجود الشمس في برج السرطان المائي اللي هو صديق جدا لكم، تأثيرات رائعة جدا رح تاخدوها، بالإضافة إلى وجود كوكب الزهرة أيضا في برج السرطان، وإلى تأثير رائع من القمر الجديد ببرج السرطان بتاريخ 5. هالتأثيرات هيدي كلها بتشبك شبك مع مثلثات من زحل ومن نبتون كل هذا الشهر بمعظمه، لكن خاصة في الجزء الأول. الجزء الأول هو أفضل من الجزء الثاني. الجزء الأول هو من تاريخ 1 حتى صباح 22، تأثيرات رائعة بتعطي مواليد برج العقرب حقها، وبتعطيها نجاح متواصل لا سيما بالايام الاكثر حظا. في عنا اكتمال للقمر في برج الجدي بتاريخ 21. انتبهوا، فتره الجزء الاول مع وجود الشمس والقمر الجديد ببرج السرطان هي فتره مغذيه لكم، داعمه لكم، مثل بياخذ حبه فيتامين ومقويه لكم، بتفتح مجال اكتشاف واستكشاف وتطور الامور، وانتم لحتى تكونوا جريئين باطلاق نوعا ما مشاريع او مبادرات، او انتم نوعا ما تعرفوا شو بدكم. اكيد ابواب مفتوحه بانتظاركم وفتره كلها ايجابيه. بالنسبه للتاثيرات، بعض التاثيرات المتقلبه، في عندنا طبعا عطارد موجود ببرج الاسد يلي عم يشكل مربع مع برجكم من البيت العاشر، فبدكم تنتبهوا اخطائكم، يعني كل شيء حكيته ما معناته اللي بتعملوه بيمشي حاله، بكون تنتبهوا في نوع من مراقبة لكم، يعني الغلطة ما كتير بتمرق خاصة بالأيام الأقل حظا، بالأيام الأكثر حظا يمكن تزمط، فانتبهوا من هذه الأخطاء الصغيرة، انتبهوا منها مش وقتها، خلوا نجمكم كتير قوي. عنا أيضا كوكب المريخ يلي معقولة يسبب لكم شوية تعب، وجوده بمعاكسة لكم من برج الثور مع أورانيوس يمكن أكيد يسبب شوية تعب، شوية خلافات بالأيام الأقل حظا، وفترة القمر المريخ المعاكس لكم رح تختفي ابتداء من تاريخ 20، ابتداء من تاريخ 21 الصبح. خلونا نروح للجزء الثاني الذي يبدأ بصباح منتصف صباح ال 22. هون الشمس بتصير ببرج الأسد وبتبقى لآخر الشهر. عندنا الزهرة موجود أيضا ببرج الأسد، والحمد لله فينا نقول أنه المريخ ترك المعاكسة وراح لبرج الجوزاء. فترة وجود الشمس في برج الأسد هي فترة متقلبة ضاغطة، بتحطكم تحت الأضواء لكن بشكل متعمد وكأنه اختبار لكم، هل يا ترى أنتم جاهزين؟ هل يا ترى عم تعملوا شغلكم مثل ما لازم؟ هل يا ترى ماشيين حسب القوانين؟ فبدكم تنتبهوا، بدكم تمشوا حسب القوانين وحسب الأصول. مثل ما قلت لكم كيف كان عطارد بالجزء الأول عم بيحاسبكم، عم بيقول لكم انتبهوا، الشمس هلا كمان بتعمل شغل كوكب عطارد، بقول لكم انتبهوا. عم نحكي طبعا على الايام ال 11 الاخيره. مواليد برج العقرب ما بينخاف عليهم قوية، فقط اذا بيعرفوا التفاصيل بيمشي حالهم بشكل رائع. الشمس رح تدعم بشكل مميز مواليد نوفمبر، الزهره رح يدعم مواليد 9 ل 22 نوفمبر بشكل مميز بالايام ال 10 11 الاولى. عندنا زحل تأثيراته من كوكب من برج الحوت تنصب
عند مواليد 10 11 و12 نوفمبر. اورانيوس يلي عم بيزعجكم بعرف هالمره صار انتقل ساح شوي عند 18 19 20 نوفمبر. طبعا المزيد من التفاصيل بالابراج اليوميه والاسبوعيه. بنروح للايام الاكثر حظا والاقل حظا. التوقيت توقيت عالمي بتزيدوا 3 ساعات، صرتوا تعرفوا تاخذوا توقيت بيروت. بنبلش مع الايام الاكثر حظا، تاريخ 4 من الساعة 9 المساء حتى تاريخ 7 الساعة 4 فجرا. تاريخ 14 القمر ببرجكم، من يعني رائع رائع رائع، من الساعة 3 بعد الظهر حتى تاريخ 17 1 ونص فجرا. تاريخ 23 من الساعة 1 ونص بعد الظهر حتى تاريخ 25 3 بعد الظهر. الأيام الأقل حظا هو تاريخ 1 تاريخ 2 حتى الساعة 4 بعد الظهر. عندنا تاريخ متعب تاريخ 7 من الساعة 4 فجرا حتى تاريخ 9 الساعة 2 إلى 10 بعد الظهر. تاريخ فارغ من الحظوظ تاريخ 12 من الساعة 2 و10 فجرا حتى تاريخ 14 الساعة 3 بعد الظهر. تاريخ 21 من 12 إلى ربع الظهر حتى تاريخ 23 الساعة 1 ونص بعد الظهر. وتاريخ متعب كونوا جدا حذرين تاريخ 27 من الساعة 5 ونص بعد الظهر حتى تاريخ 29 9 ونص المساء. المزيد من التفاصيل بتلاقوها معي بالأبراج اليومية والأسبوعية. إلى اللقاء، باي باي.